significance of research. احنا وش قلنا؟ احنا قبلك يعرفنا research، قلنا هو scientific and systematic investigation. قلنا بلي we are searching for pertinent information على a certain topic. بك احنا لا رانا نديرو في هذا الشيء كامل، لا انت تروح تدير هذيك scientific و systematic investigation وتبدأ تحوسو منه. اول حاجة نعرفوها انه all progress is born of inquiry. يخي قلنا مستحيل نلقى research بلا question، مستحيل. هذا هو الانكويري، تكون عندك فضول، تكون عندك question على حاجة، والبروغرس يتولد من هذيك الانكويري. معنتها بلا ريسيرش ما راحش يكون كاين بروغرس في اي ميدان، اوكي؟ like science in general. هذه من جهة. الحاجة الثانية، research actually inculcates scientific and inductive thinking. اوكي، باسكو حنا قلنا بلي ما تجينيش انايا تقول لي ندير ريسيرش وديرو هكذا كبرك بلا ما يكون عندك لا ساينتيفيك لا سيستيماتيك ميثودز ولا ميثودولوجي. اي وود سي اوكي، سم هنا واش راح يمدلك؟ راح يمدلك هذا الساينتيفيك والاندكتيف ثينكين. اوكي، حاجه واحده اخرى، ستودنتس. دوكا ستودنتس هذولا راهم يديروا في الريسيرش، لا انت راك دير في الريسيرش as a master student. That this is my like my question to all master students: why are you conducting research? PhDers كيف كيف، why are you conducting research? To build a career. هذه راهي وحده من several reasons behind conducting a research. اوكي، نروحوا للبروفيشنالز. تو بروفيشنالز، why are you conducting research? It's a source of livelihood, okay? Publishing articles, publishing, you know, and gaining money. This is a source of livelihood. And also research is a fountain of knowledge. يعني احنا ندور وندور وندور وهادو كامل انا هتمنى عليهم. وتبقى دايما باللي research هو fountain of knowledge. انا كون ما تعودش عندي a question ما راحش نتقدم. انا كون نبقى متقبل الوضع كما راه، ما يكونش عندي فضول وما يكونش عندي questions، ما راحش، مستحيل اي حاجه في اي ميدان راح تتقدم. alright, so this is the significance of research. وبين بلي كل واحد يقدر يهدر فيها وش يحب، ويقدر ممكن حتى من ال experience تاع الانديفيدوال يقدر يهدر في هذه الحاجه. alright.